صباح الخير. صباح النور. نفسيتك كحلي ولا ايه؟ هعمل ايه ما انا بنام الصبح؟ طب ليه كده؟ مش احنا قلنا السهر مش كويس عشان البيبي؟ مش عارفه يا دكتوره، ما بيجيليش نوم خالص. بفضل قاعده بتفرج على افلام لحد ما اروح في النوم. على فكره ده طبيعي جدا، انت مغيره مكان نومك. سنين انه ممكن يبقى الساعه البيولوجيه بتاعتك متلخبطه، مش عارفه تصحي امتى وتنام امتى. مش لما يكون عندي ساعة بيولوجية الأول يا دكتورة؟ بس غريبة قوي المعلومة دي، أنا فاكرة إن الأدوية اللي أنتي بتديهاني هي اللي بتسهرني قوي كده. بالعكس، المفروض إنها تنيمك. خلي بالك إن جزء كبير من العلاج علاج نفسي، وده هيجي دوره بعد ما نخلص المرحلة الأولانية من العلاج. بس أنا متأكدة إن في حاجة تانية مضايقاكي. أول مرة تعدي راس السنة عليا من غير ما يكون نايم موجود جنبي. انت عارفة يا مريهان، احنا هنا في شارع 9 كنا على طول بنحتفل. شارع 9 ده كان كله كرنفالات واحتفالات ورقص وغنى وكل اللي انت متخيلاه. وفجأة بقى ولا الهوا، ما بقيناش بنحس بأي حاجة. ما تفهميش العيب بقى فين، في الناس ولا في الضغوطات اللي بتخلي الواحد مش حاسس بأي حاجة. بس بصراحة يعني الشارع بتاعك ده مليان سسبنس، يعني مرة نسمع إن المحامي اللي قدامك ده حد حاول يقتله، مرة تانية حسنى صاحبتك اللي بنتها تقريبا نصبت على مصر كلها، والمافيا حاولوا يقتلوا مامتها، يعني أكشن جامد قوي بصراحة. فعلا عندك حق، بس احنا مكناش كده خالص. شارع 9 اللي انتي شايفاه مليان محلات ودوشة وزحمة، ده زمان كان شارع هادي جدا. يبقى كده بقى المشكلة في المحلات؟ هو الحقيقة ان في مشكلة اكبر دلوقتي، انا مش عارفة اتصرف فيها ازاي. خير؟ شريفة اللي بتشتغل عندي بقالي كام يوم بقول لها اي حاجة عشان ما تجيش، بس انا مش عارفة دلوقتي لو جت وشافتك هعمل ايه. عايزاني امشي؟ بالعكس انت فهمتيني غلط. طب الست دي انت واثقة فيها يعني؟ واثقة فيها جدا، هي المشكلة بس انها حشرية ولتاتة، وانا بصراحة مش عايزاها تعرف ان انت هنا، عشان كده مش عارفة اعمل ايه. أنا آسفة أوي يا دكتورة، من ساعة ما دخلت حياتك وأنا عمالة أجيبلك مشاكل. لا مشكلة ولا حاجة، انا هتصرف، متقلقيش خالص. إن شاء الله.